بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ وما أدراك ما الطارق؟ والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الساقط. إن كل نفس فليأكل الإنسان مما خلق. خلق مما إذابق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. فمهل الكافرين.
فمثل الكافرين كحي المطر وإذا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ولا لا خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة 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 خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك يا فتى ألم يجدك يتيما
صدق الله العظيم. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تشرح لك صدرك. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا إله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم. بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم كلا إن الإنسان ليطغى رآه استعانى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم يأتِ لنسفعا بالناصر ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقتل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا ربنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه يرضيك عنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لا تكلنا إلى أحد وأغننا عن كل أحد بعزتك يا من ليس له شريك ولا ولد يا رازقا على طول البدد خذ بأيدينا يا ربنا من الضلال إلى الرشد اللهم اصرف عنا يا ربنا كل ضيق ونكد اللهم اغفر لفقيدنا اللهم اغفر لفقيدنا اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافه يا ربنا واعف عنه اللهم اكرم يا ربنا نزله ووسع يا كريم مدخله واغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد اللهم نجك يا ربنا من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله يا ربنا دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وجيرانا خيرا من جيرانه اللهم انه نزل بك ضيفا فلا تعذبه وانت غني عن ذنوبك يا حنان اللهم جاف القبر عن جلديك يا كريم اللهم جاف القبر عن جلديك يا كريم اللهم انقلب يا ربنا برحمتك وعظمتك من ضيق النحود ومراتع الدود الى
جناتك جنات الخلود بسدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت التراب وتقطعا من الأسباب. ارحمنا يا ربنا إذا أتت السكرات وتعالت الأبرار وتأكدت فجيعة الممات. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك فأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك وجمعنا بنبيك ومصطفاك بسر الدوام الفاتحة. بالحق نزل وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. هكذا اخوة الايمان والاسلام كنا نسمع القرآن الكريم الخديج للاستاذ القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمركز ومدينة دمنهور على مقدرات الصوت وفراش الحديث الكبرى والمعرض الفني كانت تركبت من تحت دارة انطلاق العلاق الحاج عبد المنعم زغزوغ واولاده المحل الرئيسي بيتاي بارود. حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا وانا لله وانا اليه راجعون.